هو يقول يعني هو لا يسأل، هو يعني يريد إرشادا صح؟ أي نعم. يقول رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكيف في وضعنا نحن الآن؟ طبعا لا شك يعني هذا ليس على إطلاقه، لأنه قال دخل رجل والظاهر أنه لا يعرف، ويمكن من الأعراب أو من دخل الإسلام حديثا فلم يعرف صفة الصلاة وكذا، وممكن نحن نعرف أكثر يعني من المسلمين الآن قراءة والحضور الدروس وكذا، ممكن يعرفون أكثر لا مانع من ذلك، لكن المهم أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بموضوع الصلاة، أن يهتم بموضوع الصلاة وأن يحسنها، خاصة ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو قضية الاطمئنان، أنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل كان قد أخل بالاطمئنان، فنبهه النبي إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه.